السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة موراتيك على الفيسبوك وكذا اليوتيوب. اليوم راح نتطرق الموضوع تغيير المهنة بالنسبة طبعا للناس اللي يقول لك راني في الباسبور محطوط ايتوديون، كيفاش راح ندير اذا دفعت للكونسولا ملف باغ اكزومبل بلي راني نخدم، والناس اللي يقول لك بلي راني دفعت في الباسبور تاعي ما نخدمش والا يعمل في مهنة اخرى وحط مهنة اخرى في الدوموند دي فيزا تاعو. الور الشرح راهو جد 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 سهل بالنسبه للناس اللي دفعوا باغ اكزومبل باللي راهم يخدموا في شركه سونال غاز على سبيل المثال في عام 2012 حتى عام 2015، ومن بعديك في 2016 دفعوا باللي راهم يخدموا في شركه اكسيلور ميتال طبعا على سبيل المثال، مي في لاتيستاسيون لازم تبروفيو باللي راكم بديتوا تخدموا من نفس لادات اللي حبستوا فيها في لونتربريز القديمه. هذه طبعا باش يكون على الاقل الدوسي تاعكم عنده مصداقيه، مش انتيا حبيت تبدل على نيه الدوسي تاعك وكنت تخدم قبل حطيت لهم بكري دفعتي دوسي بلي راك خدمتي من 2012 ل 2015، من بعديك تبدل شركه وتقول لهم راني خدمت فيها من 2013 ولا من 2014 حتى ليومنا هذا. هنا كون يفيريفيوهم ما يلقاو حاجه غراف، كيف هذا انسان كان يخدم قبل في شركه وحبس منها ومام طون كان يخدم في شركه اخرى ماسيوري مع نفس الشركه، هنايا تولي كان غلطه. الموضوع رقم 2 اللي هو اسكو الكونسولا تفيريفي في الباسبور بيوميتريك تاعنا باسبور جزائري، اسكو تفيريفي باللي المهنه تاعك يقدروا يشوفوها في الباسبور ولا لا؟ نقول لكم ما تخافوش ما ينجموش يشوفوها، لانه لاباري اللي راكم تشوفوا فيها الان هذه دي لاباري اللي يقراو بها الباسبور بيوميتريك. الدوله الجزائريه مازالت ما عطاتش لوتوريزاسيون ومازالت ما عطاتش لي زاباري هذوما اللي تابعين لي باسبور تاعنا باش لي كونسولا تاع لو موندونتي اللي كاينين في المراديه والى كاينين في البيار والى في الجزائر العاصمه باش يقراو لي دوني تاع لو باسبور تاعنا. معناها لكن درك نتايا اسمع لي الشرح هذايا وباسكو الشرح هذا راهو جديد نجم نقولو، اون كاو تكون تغييرات والى الدوله تاعنا تمد لاباري هذه والى يعطيهم اوتوريزاسيون باش يستخدموا لاباري هذه، راني نحط لكم فيديو جديد في لاباج تاعي كما تشوفوا فيها الان قدامكم اللي هي موراتيك. جوست حوسوا ديروا جيم وابوني في لاباج باش تجور تبقاو على اطلاع بمختلف المعلومات والمستجدات اللي نحطها لكم هنايا سيغ فيسبوك والى في اليوتيوب. الور الملخص القول تقدر تبدل المهنة تاعك في أي وقت في حالة ما إذا ما دفعتيش دوسي من قبل، لكن دفعت دوسي من قبل ننصحك ما تبدلش المهنة تاعك لأنهم يحتفظوا في لو سيستم اس اي اس تاعهم بجميع المعلومات المتعلقة بيك من 5 حتى 10 سنوات. ألور تهلاو في روحكم خاوتي كالعادة ما تنساوش ديروا جيم وإلى اللقاء.